التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. حضورنا الكريم على أرضية هذا الميدان ننطلق مع انطلاقات الخير والبركة في هذه اللحظات. شوطنا السادس تعلن انطلاقته في هذه اللحظات. أتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة. تقدم مع شاهين حمد بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي ينطلق على المركز الأول في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر الفارس القادم عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث والرابع شعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل يقدم شاهين وشاهين. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات. المغادرة للوحة 800 متر الأخيرة ولنا عودة مع الرقم 8 مع الفارس عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي ينطلق على المركز الأول بالكديدة قادم مع شاهين حمد بن حميد بن سلطان بالكديد الفلاسي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث. وصول على المركز الثالث والرابع شعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت قادم مع شاهين وشاهين في هذا المسار ال 400 متر الأخير. والفارس وسلالة الفارس على المركز الأول عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي الزعابي على المركز الأول على الصدارة. طاير مع هذا الانطلاق طاير مع هذا التحدي مع هذه السلالة سلالة الفارس. يا سلام يا سلام تهانينا والناموس في هذه اللحظات إلى الزعابي ورعي الفارس عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي. تهانينا والناموس يا أبو محمد على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني والثالث مع شعار سالم بن محمد بن طالب بن عقيل. التوقيت يا ابو سلطان دقيقتين و15. تهانينا والناموس للجميع.